اذكر. يو انت فيك اليوم ما اذكر صراحه. ليش ما انا قبل اليوم بس والله ما سويت شيء. قسما قسما بالله ما سويت شيء. طيب على راحتك انا ما قلت لك سويت شيء. انا اقول انا ما اسوي. خليني بكمل بقرا. ما على راحتك مره. طيب انا ما لي فايده. انا ممكن تخصموا مرات باليوم لاني انا ما قدمت كويس. ما هي الحروف الانجليزيه؟ رقم السؤال دقيقه اصبر. رقم 14 14. عبد الله جاء والله انكم وترتوني والله انكم. انا استغرب لانه ما جاء من عندي بس. لا هو كذا الجوله الثانيه دائما نبدا من حيث انتهينا. انا كنت ادافع عنك قبل شوي. ما عجبك شيء؟ والله ما ترى بسحب اجابي في الانت بسحب ليش انا ايش صلاح ايش اربع سؤال تفون قول. طيب عليه 20 درجه رقم 14 20 درجه تفضل 25 ثانيه يا رب. يلا انا ما لي فايده. 25 ثانيه. ما هي الحروف الانجليزيه التي ترمز الى منظمه الامم المتحده؟ الامم المتحده الاونوروا ولا هذيك حقت اللاجئين؟ عيد السؤال. ما هي الحروف الانجليزيه إيه؟ التي ترمز الى منظمه الامم المتحده؟ تبيني اجيب سبيلنج يعني حرف كذا وكذا وكذا وكذا؟ ما ادري والله ما ادري بس بقى الاونوروا. هي رمز حرف كذا وكذا حرفين الاونوروا حرفين اونوروا. طيب تمام. مبدئيا في الرياضيات انا راسب. حرفين اونوروا. انتم تبون الحروف ولا تبون اسم المنظمه؟ انا قلت لك حرفين. ما هي الحروف عدت سبعه بعد ما مرت اخي الله خير. انت عندك اجابه؟ هي حرفين صدق؟ انا امزح معكم انا بيني بينكم شيء يا اخي انا اعرف انها والله اني ذحين ناس يا ولد. حرفين تم حرفين هو اول حرف يو بس زي كذا حرفين. عطني اجابه لا تسالني. طيب يوث يو اي يو اي ايش يعني؟ يونايتد عرب. يونايتد عرب؟ يو اي يو اي مش عرب. يا ربي يا ربي مين اختار متسابقين ذول؟ لا تكفى انا صح يا رب. عندك اجابه ثانيه بعد فهم السؤال؟ حرفين اونوروا. حرفين؟ لا اصبر انا احس باسم المنظمه لكن يلا فهم السؤال نصف الاجابه. الامم المتحده هذا عرفتها متوسط انا. اي صدق الامم المتحده يو اصرف العادي. يو ار كريزي. اصرف انا كريزي. انا كريزي. لا لا انا اقصد ساعد. لا يقصدني انا. انا كريزي ساعد. طيب ام كريزي مان. اوكي انا كريزي مان. ام باتمان. يونايتد نيشن. اوه يونايتد يو ان بلا صدق. يو ان منظمه الامم المتحده. الإجابة هذه الإجابة الصحيحة هم